وتنضم معنا من بغداد للحديث عن استمرار غمع الحكومة وميليشياتها للمتظاهرين متظاهري ثورة تشرين واستخدام القوة المفرطة ضد التظاهرات لا سيما في بغداد وكذلك ذي قار. تنضم معنا دكتورة بشرى عبد الواحد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. دكتورة بشرى بداية مرحبا بك، نتساءل لماذا هذا القمع المتواصل برأيك للقوات الحكومية تقوم بقمع المتظاهرين ثوار تشرين في مدينة ذي قار في الناصرية ومن قبلها أيضا في بغداد؟ مرحبا بكم وقناتكم وضيوفكم، شكرا جزيلا. أهلا بك. حقيقة نحن تعودنا من هذه الحكومة أو هي عصابة الخضراء بالحقيقة أن هي ماضية في كل برامجها في إيذاء المجتمع وفي غزو البلد. أنا أعتبرها الآن غازية وليست حكومة، لأنها تمثل أجندات خارجية خارجة عن إطار حكومة البلد الحقيقية اللي هي أو الحكومة الحقيقية لكل بلد، اللي هي تحاول أن تطور من البلد وتحاول أنه تبني البلد وتعلم ويعني تبني كل مؤسساته وتطور المجتمع. هؤلاء يعني جاءوا بشكل سلبي إلى المجتمع وليس بشكل إيجابي. فحقيقة منشغلون وما زالوا منشغلون بأجنداتهم وبمصالحهم الخاصة وبكيفية أنه كيف يصعد إلى رئاسة الوزراء وكيف يصبح وزير وكيف يصبح نائب وناهب وبرلماني وإلى ذلك من هذه التسميات التي هي سموا نفسهم بها وهم لا يستحقونها. فهؤلاء حقيقة مرتزقة لدول أخرى وما زالوا مستمرين يعني تفليش المجتمع وتفليش البلد بشكل عام. فهذه التظاهرات هم طبعا ضدهم بالتأكيد، حيكونون يصبون كل غضبهم على هذه التظاهرات على هذه الساحات لأنها تندد بإسقاطهم، وهي ليست في مصلحتهم أن تبقى تلك التظاهرات مستمرة. فكل يوم لهم أجندة معينة أو لهم برنامج معين في إيذاء الشباب المتظاهرين والعبور على ثورتنا. ثورة دكتورة بشرى، مطالب المتظاهرين مطالب المتظاهرين هي مطالب واضحة ومشروعة، لماذا تستمر الحكومة من انتهاج نفس النهج واختيار شخصيات من ضمن الأحزاب التي يرفضها المتظاهرون منذ اندلاع ثورة تشرين وحتى قبلها؟ يعني لماذا الاستمرار بهذا النهج؟ يعني هل هذا يعطي دلالة على أن حكومة الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها؟ نعم بالتأكيد. أولا نحن لا نريد شيئا أكثر من الطبيعي، الطبيعي أنه كل بلد أن يعيش بحرية والمواطن أن يأكل لقمة نظيفة وبنفس الوقت يكون إنسان مكرم ومحترم في بلده. هؤلاء لا، ليسوا من مصلحتهم أن تظهر أو تخرج تظاهرات ضدهم، لأنه هاي التظاهرات هي ضدهم بالتأكيد وضد تسنمهم كل هذه. فالحكومة منذ تشكيلها منذ 2003 لحد الآن لا يختلف الكاظمي عن المهدي عن العبادي عن المالكي، هؤلاء أسماء لرأس واحد، هؤلاء أسماء وأذرع لرأس واحد، كلهم ينهبون كلهم يسرقون كلهم يقتلون. هؤلاء لا يريدون الكلمة الحق، لا يريدون الكلمة الواضحة، لا يريدون أن يصلحون البلد. هؤلاء هم سراق سرقوا البلد وقتلوا الناس، وهؤلاء بائعين الآن هم صفقاتهم ما زالت مستمرة داخل الخضراء وهم ما لهم علاقة بما يدور بالبلد برمته من شمال إلى جنوب. دكتورة بشرى، أمام هذه الجرائم من الاعتداءات والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والقوات الحكومية، تتحدث الآن الحكومة أو تخرج من هنا وهناك أحاديث وكلام عن لجان سوف تشكل، لجان للتحقيق، لجان للمحاسبة، هل الثوار المنتفضون واثقون من هذه اللجان؟ ما مدى صدقية هذه اللجان من وجهة نظركم أنتم؟ نعم بالتأكيد نحن دائما نسير في خط تفاؤلي وإن شاء الله يعني النصر قادم بالتأكيد لثورتنا إن كان قادما قريبا أو بعيدا، ونحن ماضون بهذا الموضوع في الضغط على الحكومة إلى أن تستسلم أو يعني نزيح هذه الغمة عن بلدنا وعن ناسنا. حقيقة هذه الحكومة هي يعني عفوا انا بس سؤالك بالذات نسمع، يعني انا اقصد نعم قصدت بسؤالي ان الحكومه تتحدث عن لجان تحقيق سوف تتشكل تقوم بمحاسبه من ارتكب الجرائم بحق المتظاهرين. عمليات القتل، عمليات الاعتقال، عمليات الاعتداء،
هل أنتم واثقون ويعني هل عندكم درجة مصداقية تجاه هذه اللجان التي يتم الحديث عنها؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد نحن كلجان تنسيقية، صحيح هناك ظهرت أكو بعض اللجان اللي اندست اللي هم ذيولهم اللي بالساحة بدأوا أن يشكلون فد مجموعات بحيث تغطي على تنسيقياتنا وعلى تجمعاتنا، ودخلوا ذيولهم اللي هم مرتزقة بحقيقة. هؤلاء حولوا العراق كلها، ليس فقط ساحات التحرير، لا، عبارة عن دكاكين بدأوا يستفادون، يبيعون الإنسان العراقي حتى يستفادون من أموال. فهؤلاء مرتزقتهم بدأوا يبيعون الشباب ويقتلون الشباب في سبيل بعض المبالغ البسيطة التافهة هم اللي حصلوها بجيوبهم. فحقيقة نحن دسوا من خلال بعض التنسيقيات أو بعض التجمعات، دسوا ناس هم اللي هم يسرقون، يعني والدليل أنه كيف يعرفون المتظاهر لما يروح البيت كيف يندلوه، قام يلحقوا البيت يعني يعرفونه من خلال تجمعات هذه اللي هم الوهمية، أو من خلال هم اندساسهم بداخل تجمعاتنا الخاصة اللي احنا نعملها، يأخذون معلومات عن المتظاهرين بدون يصفونهم، يأخذون معلومات عن كل المتظاهرين أو عن تحركاتهم أو عن حتى يوم اللي يكون أكو عندنا تظاهر أو تجمع، هم يجمعون تجمع آخر ضد تظاهرنا حتى يغطون عليه بالساحة حتى يتغيب تجمعنا. فحقيقة هؤلاء هم من دسيمهم يعني، لكن نحن بالنسبة للتنسيقياتنا الحقيقية اللي دكتورة أخيرا في أقل من دقيقة دكتورة، هذه نعم يعني هل هناك حقيقة أحكي لك هي جادة وأيضا إن شاء الله ماضية بضغط على الحكومة. هل فعلا هناك لجان تحقيق ومحاسبة؟ هل هناك فعلا لجان تحقيق ومحاسبة؟ من قبل اللجان قصدك؟ من قبل الحكومة، هناك حديث عن أنها ستقوم بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة، أو أنها يعني قد شكلت فعلا، هل أنتم موثقون من أبدأ عدالتها؟ هي من هي من الحكومة حتى تحاسب؟ هم الميليشيات، هم الحكومة، هم يعني الآن قاعدين بالخضراء ومستقرين لأنه أكو ناس تدافع عنهم، هناك ميليشيات بالشارع تدافع عنهم تقتل الآخرين اللي هم ينددون بهم واللي يريدون يسقطوهم. فالحكومة هي نفسها، احنا ما نقدر نقول حكومة أو ميليشيات، هي الميليشيات هي الحكومة، هي الميليشيات هي الأحزاب، فمن يحاسبون؟ هي الحكومة التي تضرب، من ضرب الرفاعي؟ من ضرب أليست هي الحكومة؟ شكرا لك دكتورة بشرى عبد الواحد، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، شكرا جزيلا.